ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، سجل نمواً في حجم السفن التي استقبلها خلال العام المنصرم لتصل إلى ما يقرب من 1600 سفينة، أي بزيادة تقدر بحوالي 38% مقارنة بالأعداد المسجلة العام قبل الماضي. وتنوعت حمولات السفن المستقبلة في الميناء لتشمل أكثر من 1,300,000 حاوية بنمو يقدر ب 68%. المرحلة الثانية من الميناء تدخل حيز التشغيل بحلول العام القادم، ما سيمكن من زيادة قدرة الميناء الاستيعابية باعتبارها مرفقا حيويا لدولة قطر وبوابتها البحرية للتواصل مع الدول الأخرى. هيئة الأشغال العامة أشغال بدأت في تنفيذ خطتها لمشاريع الطرق والبنى التحتية للعام 2019، وتتضمن الخطة نحو 55 مشروعا جديدا بميزانية تقدر بنحو 19 مليار ريال. تتضمن الخطة 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تقدر بنحو 16 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية تبلغ 3 مليارات ريال. أما بشأن منشآت كأس العالم 2022، فإن اللجنة الوطنية للمشاريع والإرث أعلنت أن جميع المنشآت الخاصة بهذا الحدث الرياضي الدولي ستكون جاهزة بنهاية العام 2020، أي قبل عامين من موعد انطلاق البطولة. وتشمل المشاريع الملاعب الرئيسية لكأس العالم بالإضافة إلى ملاعب التدريب وربط مناطق البلاد بشبكة مواصلات وفق معايير عالمية وزيادة مرافق الإقامة والضيافة والترفيه لمئات الآلاف من المشجعين والزوار. إلى ذلك صنفت مجلة التايم الأمريكية مطار حمد الدولي كأفضل مطار على الصعيد العالمي للراغبين في قضاء بعض الوقت خلال فترات الانتظار بين الرحلات. وتقول المجلة يستطيع ركاب الترانزيت الاستمتاع بالأعمال الفنية العالمية المتنوعة التي يتزين بها المطار والتي صممها عدد من الفنانين العالميين، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات الخمس نجوم التي توفرها صالات انتظار ركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.